معنا سيدة الأعمال المشهورة الناجحة ماجدة دولفين. ايوه مين حضرتك؟ في كنسة غبيمو وتم التحفظ على بوكسرات. اظن انت فاهمة انا قصدي ايه. الغلطة عندي في قلبك، انا الغلاب. انا ممكن اشوف لك عملية صغيرة كده بعشرين مليون دولار. طب ولو قلنا لا؟ احنا جايلنا زبونة مهمة قوي. نف نف جيبولها مناديل يا اخوانا. ما انا باخد الكرة على صدري بردك يا ريس. بردك ده الاستاذ سيد المحامي. ازيك يا استاذ سيد المحامي؟ واضح ان في كوميديا وشقلبه جامد هنا. هتيجي نصور كده سفلة يا جبانة اللي تهبط في الخيام. قولي له كفايه جبال كده يا كلب. خلي بالك لو نحلتي مش هتخرج الا بعد خمس دقايق. ايه رايك بقى في الماتش اللي اتلعب عليه؟ انا اللي حطيتها جوه. الست دي مش سهلة خالص. أنا عندي اللي يشتري على 20.5 كاش. بقول لك عقد. هو حضرتك عايز تشتري عقد؟ والله بحس وأنا قاعد معاها إن هي تذكر وأنا الست. في واحد متشعبط ورا. طب ما تهش. البرفان بتاعك نفاذ قوي. ما أنت كنت بتحبه. بزنس مان معروف قوي وما بيقول تحف وأنتيكات. خدمتك يا سيدي. يا خرابي. أصابعك الذهبية لسه شغالة؟ بس الوعد ده أنا حنكتك نكت السنين. أنا ما اتضربش. عندها بازار وبتحب الهزار. معاش تشليش هش معاش تشليش هش يا بنت المجنونة. جبت منه ألوان تانية ده؟ في واحد ساد عايزه البابا. انت اللي صدرتيها للكلب ينتش فيها. بس انا بديكي بروحي ان شاء الله حتى موت.